للحديث عن ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. حياكم الله دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأنا وأحيي مشاهديكم الكرام. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة فاطمة، يعني مرصد ضحايا الاتجار بالبشر في تقرير له يقول إن أكثر من 40 عصابة تتاجر بالبشر وبالأعضاء البشرية تنشط في العراق، يعني بداية ما هي الأسباب التي تجعل هذه الجريمة تزداد في أي مجتمع بشكل عام؟ الحقيقة هذه الظاهرة لها عدة أسباب، ولكنها تجتمع جميعها في كون أن الحكومة هي السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة أو اتساعها أو حتى وجودها. الحكومة في العراق ليست من الحكومات التي تحمي المواطن وتحمي أمن المواطن وسلامتهم، ولذلك فهذه أحد الأسباب التي يعني تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة أو حتى تزايدها. إضافة إلى ذلك، سياسات الحكومة الاقتصادية، الصراعات السياسية في داخل هذه الحكومة، كل هذه الأسباب إضافة إلى انفلات الأمن الذي يعاني منه العراق في ومنذ مدة طويلة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، هذه أيضا أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة في العراق. الضعف تطبيق القانون، لا توجد هناك سيادة للقانون في العراق، الفاسد محمي من قبل القضاء، أما الفقير فهو معرض لمختلف الانتهاكات التي تمارس بحقه. إضافة إلى ذلك، فانتشار الفساد داخل الحكومة العراقية هذا أيضا يؤدي إلى أن تكون هذه الظاهرة بمثل هذا الانتشار الواضح في العراق، والذي ترصدته الكثير من المنظمات الحقوقية والمراكز المعنية بحقوق الإنسان سواء الوطنية أو سواء الدولية. ولذلك تعتبر الحكومة العراقية هي المسؤول الأول وهي أهم سبب الذي أدى إلى هذه الظاهرة، وجود هذه الظاهرة في المجتمع العراقي. تزايد نفوذ الميليشيات إلى أي مدى ساهم في انتشار هذه الظاهرة أيضا؟ نعم، بالتأكيد الميليشيات هي أحد الأسباب المهمة، خاصة وأن هذه الميليشيات هي المتحكم في العراق، ولا يمكن لمثل هذه العصابات المسؤولة عن التجار بالمخدرات عفوا بالبشر أن تتنفذ وأن تجد لها من يرعاها إلا الميليشيات، خاصة وأنهم هم المستفيدون من هذه الظاهرة، فهم يتلقون أرباح مالية نتيجة سماحهم لمثل هذه العصابات بالمرور عبر الحدود ودخولهم إلى العراق. وكما ما هو معروف أن الحدود العراقية والإيرانية خاصة هي حدود مفتوحة، يسمحون للجميع، ويعني هذه الأيام هي أفضل يعني مناسبة لدخول مثل هذه العصابات. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الميليشيات عن طريق نشر هذه الظاهرة فإنها يعني تتحكم بمصير الشعب العراقي وتساعد على إضعاف الشعب العراقي عن طريق، يعني لا ننسى أن التجارة بالبشر هي يعني تنقسم إلى تجارة بأعضاء البشر إضافة إلى تجارة بالبشر بحد ذاتهم، خاصة ما يعرف بالرقيق الأبيض، وعن طريق هذه التجارة يساعدون ويساهمون في إضعاف شخصية الشعب العراقي والحط من كرامة الشعب العراقي، وبالتالي سهولة السيطرة والتحكم بأبناء الوطن. نعم. دكتورة فاطمة، على المستوى الشعبي هل يمكن محاربة هذه الظاهرة؟ التوعية هي أهم سلاح يمكن أن يساهم به الشعب العراقي من أجل الحقيقة الحد من هذه الظاهرة. التقوية الوازع الديني، التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ليست على المدى القصير بل على المدى البعيد أيضا. نعرف أن العراق يمر يعني بظروف أمنية واقتصادية واجتماعية يعني خطيرة جدا، ولكن لا بد من التصدي لمثل هذه الظواهر الخطيرة، خاصة وأن يعني ما يترتب عليها في المستقبل هو في الحقيقة يعني مسائل خطيرة جدا.
ولذلك يجب على الشعب العراقي، وهذا واجبه أي مواطن عراقي، أن يقوم بتوعية يعني الفقراء، توعية الذين لا يوجد يعني الجاهلون بهذه المواضيع، وعدم الانجرار للإغراءات المادية خاصة، لأن هذه الظاهرة تجد أن الفقراء يعني هو أكبر يعني لنقل يعني محيط يمكن أن تنتشر به هذه الظاهرة. هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية يمكن تخطيها مع الوقت، ولكن أن يتم التجارة بالبشر والتجارة بأعضاء البشر هذه لها مخاطر بعيدة المدى أكثر من مما يمر به الآن من ضائقة، سواء ضائقة مادية ممكن أن تحل بعد فترة أو ضائقة اجتماعية ممكن أن تحل بعد فترة. هذه جميعها يمكن تجاوزها، ونعرف أن الشعب العراقي شعب قوي يستطيع أن يتجاوز جميع المحن، ولكن لا يسمح بأن يتم التجارة بالبشر. نعم دكتورة فاطمة، يعني التجارة بالبشر وانتشار المخدرات وظواهر تبدو غريبة عن المجتمع العراقي، لمصلحة من يجري يعني إدخال هذه الظواهر والعادات إلى المجتمع العراقي؟ ابحث عن المستفيد، من المستفيد من هذه الظواهر الخطيرة؟ هم من يسيطرون على المشهد في العراق، سواء من الميليشيات، سواء من الأحزاب السياسية، سواء من الفاسدين الذين يعني يتحكمون بالمشهد من وراء الستار. كل هؤلاء هم المستفيدون، ولا مصلحة لا للشعب العراقي ولا لأي وطني يعني يتمتع بأي روح وطنية أن يعني أن تنتشر هذه الظاهرة، وخاصة أنها ممكن يعني أن تصل لبيت أي شخص ممكن يعني يفكر أنه محصن من ضد هذه الظواهر. فهذه العصابات لها أساليب ولها طرق يعني خطيرة للغاية، لا يمكن الآن يعني أن نشرح لها يعني نشرحها بالتفصيل، ولذلك هذه يعني العصابات التي تنتشر في العراق لولا أن هناك من يدعمها من الأحزاب السياسية والميليشيات والمستفيدين من وراء هذه الظاهرة لما انتشرت بهذه الوضعية الخطيرة وهذه الأرقام الخطيرة. نعم. إذن كنت ضيفتنا عبر سكايب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.